خطوات حل المعادلة الكسرية. أول شيء نحلل المقامات إذا كانت قابلة للتحليل. هنا المقام يتحلل لو ما يتحلل؟ يتحلل بمن؟ بالتجربة. هسه نقول هنا 9 تنزل وهذا يتحلل بالتجربة، راح أخلي قوسين مثل ما تعلمنا مو؟ نعم. هنا إكس، هنا إكس، إشارات موجب بالسالب وسالب بالسالب موجب بالستة، ثلاثة في اثنين مو يطلع لي سالب واحد، سالب ستة، سالب ثلاثة العفو، سالب ثلاثة موجب اثنين، ضربهم ايش قال؟ ستة، والفرق بيناتهم إشارة السالب سالبة ثلاثة ناقص اثنين ناخذ إشارة الأكبر أكبر ناقص يعني سالب واحد. نجي هنا هسه سالب، عندي هنا خمسة على إكس ناقص ثلاثة ما تتحلل يساوي شنو؟ واحد. الخطوة الجاية آخذ المضاعف المشترك للمقامات ار سي ام. شلون اخذ المضاعف المشترك؟ هاي الاقواس عندي هنا اكس ناقص 3 وعندي هنا شنو؟ اكس زائد 2 وعندي اكس زائد 2. هذا القوس اكس ناقص 3 او المقدار هذا اخذه؟ لا ما اخذه. ليش؟ عندي منه هذا المضاعف المشترك راح اضربه بالمعادله، نضربه بين طرفي المعادلة بالطرف الأيمن وبالطرف الأيسر. نقول نضرب هالمعادلة بمن؟ بإكس ناقص 3 وإكس زائد 2. واضح؟ من نجي نضرب بالحد الأول هذا، من نضرب مو راح يختصر وهي المقام؟ هسه أضربه لي هذا، نضربه بهذا يبقى بس واحد ويختصر، الإكس زائد 2 يختصر والإكس ناقص 3 يختصر، ايش تبقى عندي؟ تبقى عندي 9 ناقص نزل. هسه اجي اضرب هذا المقدار بالحد الثاني، مو راح يختصر الاكس ناقص 3 ويا من؟ يبقى الاكس ناقص زائد 2. ها يبقى الاكس زائد 2 والخمسه هاي انزلها واقول اكس زائد 2. ارجع من جديد اضربه بمن؟ بالطرف الايمن مو؟ راح اضرب هذا المقدار بمن؟ بالواحد. الواحد ياثر بالضرب؟ لا ينزل المقدار نفسه. منو؟ الاكس ناقص 3 والاكس زائد 2. هسه اجي ابسط المعادله مالتي اكثر. شوف هاي التسعه تنزل هنا سالب 5 تدخل على القوس، سالب 5 في اكس سالب 5 اكس والسالب بالموجب سالب 5 في 2 10. اجيت لهاي الجهه هاي اسوي لها توزيع، يعني اكس بالاكس اكس تربع واكس في 2 موجب 2 اكس، سالب 3 في اكس سالب 3 اكس، سالب بالموجب سالب 2 في 3 6. اوكي؟ بعد راح نبسطها اكثر، يعني التسعه والعشره شو نسوي لها تبسيط؟ هاي 5 اكس تنزل اشارتها سالبه، سالب 5 اكس. هنا ايش عندنا؟ عندنا التسعه والعشره ناخذ اشاره العدد الاكبر، يعني يصير عندي سالب 1 يساوي. اجل الجهه الثانيه اكس تربيع تنزل وعندنا حدين من الشارات 2 اكس و3 اكس، اشاره الاكبر السالبه تنزل ويبقى عند 2 ناقص 3 ناقص 2 1 اكس. ايوه تقاس اكس. زين والسته هاي؟ هاي تنزل. هسه اصفي بعد اكثر، ارتبها اكثر، اصفرها وانظمها واحدها بالتساوي. هنا اول نجيب الاكس تربيع، شنو اشارتها موجبه؟ شو تصير؟ سالب اكس تربيع، يعني هي حد اول هذا بتربيع. هنا عندي الاكسات، عندي 5 اكس سالب وعندي ايش قد؟ عندي 1 اكس سالب 5 سالب يتحول للجهه الثانيه ايش يصير؟ موجب. يعني سالب 5 اكس موجب اكس. عندنا هذا السالب 1 ما عبر يساوي بقى بإشارته. الستة من تجي هنا شو تصير؟ موجب 6. احنا سوينا؟ صفرنا المعادله وخلينا الحدود المشابهه قريبه على بعض حتى شنو؟ نقدر نبسطها اكثر. عندنا هذا السالب اكس تربيع نزل، لان هو موجب وتحول صار سالب. عندي سالب 5 وموجب 1 شو يصيرون؟ 4 سالب 4 اكس مو؟ نعم. زين ايش عندنا هنا؟ عندنا سالب 1 وموجب 6 تصير 5 موجب 5 مو؟ هاي المعادله فقط بس شغله بها وحده، انه بها اشاره سالبه هنا سالب 1 نضربها بسالب 1 مو؟ حتى نتخلص من هاي الاشاره السالبه. هاي يصير اكس تربيع وهاي الإشارة شو تصير؟ موجب 4 اكس، والخمسة شو تصير؟ سالب 5 يساوي صفر. هسه أحلها بمن؟ بالتجربة. بالتجربة، طريقة الحل مثل ما متعلمين.
هنا اكس وهنا اكس، الاشارات موجب بالموجب وموجب بالسالب سالب. ايش بقت عندي؟ الخمسه. ما عندي بس الخمسه بواحد، اقول خمسه في واحد، وبنفس الوقت موجب خمسه وسالب واحد شو يطلع لي؟ موجب اربعه. هذا التحقيق مالتها. فش نقول؟ اما اكس زائد خمسه يساوي صفر يؤدي الى ان الاكس يساوي موجب سالب خمسه. هي موجب تعطيني سالب. او الاكس ناقص واحد يساوي صفر يؤدي الى ان الاكس سالب واحد يعطينا موجب واحد، ومجموعه الحل هي سالب خمسه وموجب واحد. ملاحظه كلش مهمه، بعد انتهاء حلك حليت وكملت السؤال، هاي القيم اللي طلعتيها اذا لقيتي احد القيم تجعل المقام يساوي صفر اهملها منها. يعني انا طلعت سالب خمسه وموجب يعني واحد، يعني اذا لقيت سالب اذا لقيت احد القيم موجبه او سالبه تجعل المقام يساوي صفر. لو فرضا انا لقيت بدل هاي الخمسه سالب خمسه لقيت ثلاثة، وجيت هنا عوضتها، هاي ثلاثة ناقص ثلاثة مو يصير المقام صفر؟ فأقول هاي الثلاثة اللي طلعتها تهمل من مجموعة الحل. ليش؟ لأنها تجعل المقام يساوي صفر ويكون الكسر غير معرف. تمام. وإذا لقيت يعني بنفس الوقت إذا لقيت موجب اثنين، إذا لقيت سالب اثنين، لأن أخلي هنا سالب اثنين وموجب اثنين، شو يصير المقام هذا؟ يصير صفر، ويجعل هذا الكسر شو يصير؟ غير معرف. إذا القيم التي تجعل المقام يساوي صفر بالمعادلات الكسرية تهمل. Thank you.